بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نكمل بقية المحاضرة ونتكلم بعد كده. خلاص احنا اتكلمنا على فرويد سايكو أناليتيكال ثيوري، نتكلم على إريكسون سايكو سوشيال ثيوري. طبعا إريكسون سمى النظرية بتاعته سايكو سوشيال، أما فرويد سماها سايكو أناليتيكال، نظرية التحليل النفسي. هنا النظرية زي دي تتكلم على تطور الشخصية بس من ناحية السوشيال اللي هي الناحية الاجتماعية. إريكسون سايكو سوشيال ديفلوبمنتال ستيجز. إريكسون 1963 بيليف ذات ا بيرسون سوشيال فيو اوف سيلف از مور امبورتانت ذان ليبيدو ارجز. طبعا إريكسون اتكلم على تطورنا من ناحية او من وجهة نظره من ناحية السوشيال، فلقى ان الناحية السوشيال مور امبورتانت اكتر طبعا اهمية من حتة السيكشوال بتاعت ايه فرويد عزان الليبيدو ارجز. إريكسون ديسكرايبد 8 ستيجز اوف بيرسوناليتي ديفلوبمنت. طبعا احنا هنا نتكلم في نظريه إريكسون على 8 مراحل. each stage is characterized by positive experiences and negative experiences as well as an emotional crisis. كل مرحله يا جماعه فيها حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه. الحاجه السلبيه تعتبر زي كرايسيس كده بالنسبه للانسان ان هي تحصل له زي ازمه مثلا في حياته يعني. فطبعا احنا هنشوف الثمان مراحل وكل مرحلة ايه البوزيتيف وايه النيجاتيف اللي فيها. اول مرحلة the sensory oral stage. المرحلة الاولانية سماها الاورال ستيج برضو بس نسماها the sensory oral stage. إريكسون هنا قال ان المرحلة دي يا جماعة من البيرس لحد 12 شهر، يعني من ساعة ما الطفل بيتولد لحد ما يبقى عنده 12 شهر سنة. اما فرويد لو تفتكروا كان من بيرس لحد ايه 18 مانس لحد 18 شهر، يعني لحد سنه ونص. هنا من سنه من البيرس من الميلاد لحد 12 شهر. هنا عندنا في حاجات ايجابيه بيتعلمها الطفل اللي هي زي التراست. التراست ده لو الطفل اتعلمه هيطلع عنده ايه ثقه، عكسها وهتبقى الحاجه النيجاتيف عكسها الفيرسس ميستراست اللي هو عدم الثقه. بيقول لي during the early months the child identifies his world through his mouth. طبعا احنا عارفين ان في المراحل الاولى للطفل اول ما بيتولد بيتعرف على العالم الخارجي من خلال الماوس بتاعته، يعني ياكل يشرب وهكذا، فود والبريست فيدنج والحاجات دي. هي سيك تو ميت زير نيدز ثرو انتراكشن وذ كير جيفر. طبعا الطفل بيحاول يحصل على اللي هو محتاجه من خلال الكير جيفر اللي بتديله الكير، سواء كانت المذر او ايا كان مين اللي بيديله الكير في الفتره دي. سو لذلك نركز بقى، هوين كير جيفر ريسبونس از كونسيستنت وبريدكتابل اند ريليبل the baby began to develop trust in the caregiver and vice versa. على العكس لو الcaregiver ده response بتاعته is inconsistent unpredictable the child will develop mistrust. يبقى امتى الطفل بتاعنا يخش في مرحلة ويبقى عنده trust في الفترة دي وامتى يبقى عنده mistrust؟ trust لو مثلا say على سبيل المثال ندي example بسيط، يعني ايه consistent unpredictable reliable والكلام ده. انا البيبي بتاعي الصغير دوت كل ما يحتاجني يلاقيني، معنى كلمة consistent يعني انا مستمرة في ان انا بلبيله النيدز بتاعته. الطفل عيط اشوفه بيعيط ليه، هل هو مثلا جعان عطشان مثلا، يبقى طريقة الcommunications بتاعتي مع الطفل بتاعي الصغير دوت عن طريق الايه الماوس بتاعته. تمام، عن طريق الماوس انا بقدر اعمل communication بيني وبين الطفل الصغير ده. طيب انا consistent معاه، بريدكتابل يعني كل ما يتوقع انه يلاقيني بيلاقيني، اند ريليبل يعني هو معتمد عليا. فبتبدا تنشا عند الطفل ثقه في الكير جيفر اللي بيديله الكير. انا عطشان بتسقيني مامتي، بترضعني، بتاكلني، بتشربني، بتلبسني، انا جعان بتاكلني، انا عطشان زي ما قلنا. لو انا مثلا عنده مغص وبيعيط بتلحقه برضه، يبقى ثابته في وضعها مع البيبي بتاعها. طيب على العكس فايس فيرسا يعني على العكس او على النقيض، الام الطفل تروح له مره ومره لا، يعيط مره تروح له ومره لا، يبقى متوقع تيجي وما تجيش، يبدا ينشا عنده مسترس يعني عدم ثقه. فده معناه تخيله من وهو لسه صغير كده يقدر يبقى عنده تراست في الاذرز او عنده مسترست. تمام، بعد كده المرحله الثانيه ماسكولر انال ستيج. دي المرحله الثانيه عند برضو إريكسون من سنه لحد سن 3 سنوات، من 1 year لو to 3 years. ايه البوزيتيف هنا في المرحله؟ الاوتونومي. الاوتونومي يعني الطفل يبقى معتمد على نفسه وعلى ذاته، فيرسس عكسها الشيم اند الدوت، يحس بالخجل ويحس ان هو شاكك في قدراته.
الكلام ده معناته ايه يعني ازاي؟ اهو the child learn to move، تلاقي الطفل بقى واحد طفل خلاص من سن سنة سن 3 سنين، تلاقي الطفل بتاعك بيتحرك eat by himself بياكل بنفسه، talk يتكلم، control his bowel وبلادر بيتحكم في المثانة وفي الايه في الامعاء بتاعته، يعني يقدر يعمل ايه، يقدر يتحكم في نفسه ويقدر يتحرك يقدر ياكل بنفسه. تمام كويس قوي. if parent were flexible، لو الاب والام عندهم مرونة شوية مع الاطفال واكسبتنج ومتقبلين هؤلاء الاطفال and encouraging the child وبيشجعوا طفلهم will trust his ability for autonomy، كده الطفل بتاعه بينشأ ان الطفل دوت عنده قدرة ويقدر يعمل حاجة. يعني حضرتك مثلا flexible يعني ايه؟ الطفل عايز يتحرك وماله، يقع مرة ويقف مرة، ياكل مرة بايده ومرة يوقع، تمام، يتكلم مرة صح ومرة غلط، يتحكم مرة في البول والبلادر ومرة ما يقدرش، يبقى انا لازم ابقى فليكسبل، عندي مرونة في التعامل مع الطفل بتاعي. مجرد ان انت تتعاملي معاه بالمرونة نفسها ديت وتسيبيه ياخد حريته هيحس بالاوتونومي اللي بنقول عليها دي، ان هو يبقى عنده ذاتية يقدر يتحكم في ذاته. طيب لو كده، لو مش كده but if a child abilities were restricted، وحضرتك ضيقتي على طفلك ولفظ ات وتحجن عليه he will feel ashamed of his failure، هيحس ان هو عمل خجلان عمل حاجة غلط، will not trust his abilities، مش هيبقى عنده ثقة في قدرته، هو مش قادر، will be more dependent، هيبقى more dependent اكتر، self esteem بتاعته هتبقى deteriorate متدهورة. يعني ايه الكلام ده برضو؟ معناه ايه؟ الطفل اللي يقدر الشيم وهو طفل صغير يحس بالخجل، لما انا طفل يقع مرة واضحك عليه هيحس انه خجلان من نفسه، لما طفل ياكل مرة ويقع على هدومه واضحك عليه هيحس انه خجلان من نفسه، لا يبقى حس ان خلاص يبقى انت اللي تاكليني وانت اللي تشربيني وانت اللي تمشيني، هيبقى ديبندنت عليكي اكتر، وبالتالي الطفل دايما يحس ان هو اصلا مش هيقدر يعمل حاجه، دايما خجلان من نفسه ما عندوش قدره انه يعمل حاجه. اما الثانيه بتخلي ابنها يقف، برافو عليك شطور، يقف مره ويقع مره مفيش مشكله، حاول تاني يا حبيبي، ياكل مره ويقع مره حاول تاني يا حبيبي، في فليكسيبيليتي في تقبل، طفل بيبدا يعتمد على نفسه ويبقى اوتونومي. تمام، عكس كده بيبقى حاسس بالخجل وان هو ما عندوش القدره على عمل الشيء ده فيحس بالشيم اند الدوت. المرحله الثالثه لوكوموتور او جينيتال ستيج، دي من سن 3 سنين لحد سن 6 years، من 3 ل 6 years يعني من 3 سنين لحد 6 سنوات. جينا بقى كبر الطفل، كبر شويه بقى عنده حاجه اسمها انيشيتيف، دي الايجابيه، الحاجه السلبيه حس بالجلد ان هو اذنب في حاجه. يعني ايه انيشيتيف يا ولاد؟ كلمه انيشيتيف يعني هو عنده احساس بان هو عايز يبدا الشيء، يبدا الشيء يعني عايز يبدا يعمل كل حاجه، نفسه عنده كوريوزيتي فضول، تبص تلاقي الطفل الصغير ماسك اللعبه عايز يعرف اجزائها، عايز يعرف تركيباتها، عايز يعرف دي متكونه ازاي. يبقى the child start to recognize his world through his curiosity، عنده فضول ويسأل دي ايه ودي ايه ودي ايه، as well as by instructive learning، عايز يتعلم ويفهم. يبقى في السن ده دورنا ان احنا نشجعه يتعلم ويفهم، تمام، عشان يبقى عنده initiative. طيب in developing initiative the child demonstrate ability to plan وset goals وcarry out the plan، هو في طفل صغير عنده خطة وعايز ينفذها، طبعا خطته على قده، ايه هي خطته، ايه اهدافه، ايه هي الcarry out للplan بتاعته، ان يجيب اللعبة ويفكها مثلا ويحاول يركبها، عنده initiation، نفسه يعمل كل حاجة، نفسه يعرف دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، حضرتك تديله الفرصة دي وتشجعيه ويبقى initiative. طب لو العكس the crisis هنا guilty feeling، يحس بالذنب، ايه اللي انت عملته دوت، ازاي فكيت اللعبه، انت ازاي تكسر اللعبه، انت ازاي مش عارفه ايه، انت مش عليك الا تلعب بس، يحس انه اذنب بقى، يحس انه ايه، انه اذنب. يبقى the crisis guilty feeling here when the child can't able to achieve the biggest goals، هو هدفه الكبير انه كان يعني ايه يفك اللعبه ويحاول يركبها، هو ما قدرش يركبها، حضرتك عاقبته او حضرتك قلت له ازاي بتعمل كده وازاي بتفك وازاي وازاي وازاي، حس انه اذنب، حس انه ايه، انه اذنب. and when recognizing the gap between what he would like to do، في فجوه كبيره قوي ما بين اللي نفسه هو يعمله الطفل and what should to do، واللي المفروض يعمله. طبعا اللي المفروض تعمله انك تمسك اللعبه تلعب وتسيبها، ده اللي المفروض بالنسبه للاب والام، مش عايزين غير كده، according to parent instructions، تعليماتهم اللعبه دي ما تتفكش، اللعبه دي تشوفها وتحطها مكانها، اللعبه دي مش عارف ايه، لا هو مش هو ده اللي هو عايزه. ففي فجوة كبيرة ما بين ما هو عايز وما بين ما حضرتك والأب والأم عايزين، فبيحصل إحساس بالذنب للطفل إن هو أذنب كده،
تمام. لكن احنا لما نديله فرصه يتعلم هيبقى انستراكتيف، هيبقى شخص بناء بعد كده. يبقى لما يبقى انيشيتيف الاول بدا في الايه، في الحاجه اهوت، وبدا يتعلم ويفك ويربط الحاجه وممكن انت تعوديه وتعلميه، مش غلط تمام. غير كده بيحس بالايه، بالذنب. طيب بعد كده المرحله اللي بعد كده كل مرحله بتكمل اللي قبلها. المرحله الرابعه لاتينسي ستيج، هو كان انيشيتيف بقى اندستري، اندستري بقى شخص بناء يقدر يعمل حاجه. اللاتينسي ستيج دي من سن 6 لحد سن 12 سنه، من 6 تو 12 ييرز. لاتينسي ستيج مرحله الهدوء والكمون، برضو زي ما احنا عند برضو فرويد كان بيقول عليها كده، اندستري فيرسس انفيريوريتي. حضرتك الاول كان بانيشيتيف الاول، وكان عنده جول وعنده هدف، دلوقتي بقى اندستري بناء، لانه انت اديتيله فرصه انه يبقى ديبندنت على نفسه ويعتمد على ذاته ويفك ويربط براحته في اللعب ويعرف دي ويعرف دي ويعرف دي ويعرف دي ويتعلم منك كل حاجه، تمام. The child started to learn the skills of adults، الطفل بدا يتعلم المهارات بتاعه الناس الكبار. Site of learning، move from home to school، بدا تعليمه مش بس في المنزل، ده بدا يتحرك الى المدرسه. Where the master's skills، حيث ان المهارات الكبيره بقى والتاسكس بقى valued by teachers and society، خلاص بقى مين اللي بيقيمه دلوقتي؟ المجتمع، الناس اللي بره، المدرس بتاعه، المدرسه بتاعته، الناس اللي بره، العلاقات الخارجيه من الناس اللي بره. فالطفل لو انت سمحتي له ياخد learning كويس ويتعلم ويروح مدرسته ويعرف واجباته والكلام ده كله، يبقى كويس. او if he confident enough، لو احنا اديناه الثقه الكافيه، he can initiate and complete، يبقى هيبدا ويكمل تمام التاسكس. اند ديسبلاي كومبتنس، مش بس كده، ده يبقى عنده كفاءه اند برودكتيفيتي، يبقى شخص منتج. ده كفايه بس انه بيروح المدرسه ويروح الدرس ويكتب واجباته ويذاكر، ده كده في نفس في حد ذاته هو كبرودكتيف. هو ايه؟ برودكتيف. طب اف نوت، لو مش كده، لو ما خليتهوش انيشيتيف اصلا، ولا بدا ولا لعب ولا عمل اي حاجه، هي ماي فيل، هيفشل. Become aggressive feeling of inferiority prevails، هيبقى السائد على هذا الطفل شعوره بالinferiority، الدونية، انه هو اقل من اللي عنده نقص، هو اقل من اي حد، لانه من الاول كان بيتضرب ويتعاقب وما بيبداش يفتح حاجه ولا يبص في حاجه. مش هيبقى شاطر في مدرسته، مش هيبقى متميز مع زمايله، مش هيبقى اندستري، هيبقى انفيريوريتي، يحس دايما انه اقل من الناس وهو حاسس بالدونيه. يبقى كل مرحله لو انا اديت النيدز الصح هيبقى حاجه ايجابيه، على العكس تبقى الحاجه السلبيه. يبقى الاندستري الفيرسس ليها الانفيريوريتي. بعد كده بيبرتي اند ادولسنت ستيج، مرحلة الخامسة بالنسبة لإريكسون، بيقول لي البيوبرتي والأدولسنت ستيج مرحلة البلوغ بقى، مرحلة المراهقة يعني، من سن 12 ل 18 ايورز، من سن 18 لحد سوري من 12 لحد 18 سنة، كبر بقى من 12 ل 18 سنة. هنا بقى في ايدنتيتي، ايدنتيتي يعني ايه؟ يعني في شخصية versus role confusion، عكسها ملوش رول أصلا. يبقى إما يبقى الطفل ما هو انيشيتيف ثم اندستري ثم ايدنتيتي بالترتيب كده، انا بدات وكملت وايه وبقى لي شخصيه، يا اما انا اصلا جيلت فيلينج، حاسس بالذنب اصلا لان الحاجه دي غلط، وبالتالي حاسس بالدنيا، وبالتالي ما عنديش رول، ما فيش رول اصلا. The adolescent has to decide، هنا المراهق في السن ده بيقرر what whether to follow his parents step، يا اما يكمل مرحله طب مراحل الاب والام بقى ويكمل حياته، او go against them، او ان يبقى اصلا ضدهم. The inability to take decisions make adolescent face what is called identity crisis. لو طفلي ده كبر اهو بقى عنده 12 سنة لحد 18 سنة ما خدتيش رأيه في حاجة ومفيش decision making، مفيش قرار بياخده، الشخص ده هيبقى عنده identity crisis، ما عندهش شخصية اصلا، مفيش رول. يا عيني سبحان الله، يعني الطفل ده خدي رأيه في كل حاجة، خلاص 12 سنة دي انت يا حبيبي عايز تخش ثانوي ولا عايز تخش دبلوم، طب الثانوي عايز تخش علمي ولا عايز تخش ادبي، طب خلصنا الثانوية عايز تخش طب ولا هندسة ولا صيدلة ولا كليات ادبية، نفسك في ايه؟ لازم يبقى له decision making، لازم يبقى له رول، ولازم يبقى له قرار، عشان بعد كده يقدر يكمل حياته وهو عنده ايه دور في المجتمع اللي عايش فيه. يا اما على العكس هيبقى عنده حاجه اسمها رول كونفيوجن او ايدنتيتي كرايسيس، ازمه جدا في حياته، ما عندوش رول في اي حاجه. انت اللي بتختاري له الكليه، وانا اللي بختار له لبسه، وانا اللي بختار له اكله، وانا اللي بختار له شربه، وبعد كده تختاري له مراته وهكذا. فبالتالي ما بيبقاش الطفل او الشاب في السن ده ما فيش اصلا رول، تمام. بعد كده المرحلة اللي بعد كده عندي young adulthood stage،
دي من سن 10 لحد 40 years، يعني من سن 18 سنة لحد سن 40 سنة بقى خلاص، يعني ما شاء الله كبر بس لسه young adulthood برضو. هنا الانتماسي، يعني الشخص كبر وبقى عنده انتماسي، يعني انتماء للمجتمع بقى، versus عكسها isolation. عكسها ايه isolation؟ لان هو لو كان عنده identity شخصية هيكمل ويبقى عنده intimacy، طب لو ما عندوش اصلا رول هيبقى isolated اصلا، معزول عن الناس كلها. فالمراحل بتجيب بعضها. If the young adult has a strong sense of identity، لو انا عندي adult بتاعي ده عنده احساس قوي بالشخصية بتاعته، he will be willing to develop intimate relationship with another adult، هيقدر يعمل علاقات حلوة وكويسة مع الناس التانية. تمام؟ If he had weak sense of identity، طب لو هو عنده شخصيته ضعيفة، he will have impersonal short term relationship، مش هيقدر يعمل علاقة مع حد، مفيش حد، مفيش شخصية، مفيش حاجة مرة خدها من نفسه، مفيش قرار خده من نفسه، مفيش حاجة ادى فيها رأيه، فطبيعي يبقى سيلف ايزوليتد، معزول. كمان ايموشنالي اماتيور، تلاقي طبعا مشاعره غير ناضجة. ليه؟ دايما العلاقات بتقوي المشاعر وبتقوي رد الفعل وبتتعلمي. ها الشخص ده بقى سيلف ايزوليتد ايموشنال اماتيور جيولس بوسيسيف، خلاص بقى غيور، بيحب يتملك الحاجه لنفسه بس، لانه مفيش، ما خدش وده مع الناس. تمام؟ زي ما احنا بنقول في العاميه كده، ما خدش وده مع الناس، ما عرفش ده وعارف ده وتعلم من ده، لا بقى ايزوليتد. يبقى اما يبقى انتيمسي ويعمل علاقات مع الناس ويكبر بقى، العلاقات دي ممكن تبقى بعد كده يتجوز ويخلف، ما دي انتيمسي، ده انتماء للناس. غير كده يبقى ايه؟ يبقى ايزوليتد. ده اسمه young adulthood stage من سن 18 لحد 40 سنة. مرحلة بعد كده adulthood stage من سن 40 لحد 60 سنة، من 40 ل 60 سنة بقت adulthood stage. تمام؟ generativity versus stagnation، خلاص انا بقيت intimacy وعملت علاقات واتجوزت وخلفت، وفي اجيال بقى، انا generativity بولد اجيال جديدة، بعمل ايه؟ بربي، عارفة زي مربي اجيال ومربي اجيال. the adult strive، الادلت بقى بيحاول او بيجاهد to actualize identity، عايز يعني يقوي الايدنتيتي بتاعته. that was formed in earlier stages، اللي اتكونت عنده في المراحل اللي قبل كده. it is expected here، المتوقع ايه هنا؟ ان that adult extend their interest outside of the family، خلاص بقى بدأت علاقاته تتمدد برا الاسرة، ما بقاش في الاسرة بس، ده في علاقات تانية خارج الاسرة. they are concerned for other generations، بقى مهتم ب other generations يعني باجيال اخرى. develop و promote society، بقى يطور، يطور في المجتمع من خلال volunteering services، ممكن يعمل خدمات تطوعية، ممكن يبقى productive ideas، تسأليه في كل حاجة، بقى عنده افكار. دايما الناس الكبار تلاقينا بنسألهم على افكارهم، طب ايه رأيك بابا في كذا، طب ايه رأيك ماما في كذا، بقى في ايه، في generativity، بيدوا اجيال، بيعلموا اجيال وبيربوا وبيطوروا. showing concern for others، بيبين اهتمامه للاخرين عن طريق teaching والguiding، يرشدهم، ينصحهم، يعلمهم، كل ده دوره. طب لو هو ما عملش كل ده واصلا هو isolated مع نفسه، هيبقى حاجة اسمها stagnation، عنده ركود. but adult who become absorbed in themselves are self-indulgent and stagnate، بيبقى خلاص شخص ايه يعني متغاضي في نفسه كده وعنده ركود ومخلص، اصل هو ايزوليتد اصلا، يعني مفيش، ما فاهمين ازاي. حتى تلاقي في، تلاقي ناس كتير عندها ستاجنيشن زي كده، يعني مثلا تلاقي يعني الجينيراتيفيتي ده، تلاقي بيربي اجيال ويعلم وينصح ويرشد ويروح يخطب لبناته، يعني قصدي يختار لبناته المناسب، يختار لابنه الزوجه المناسبه، يختار الاسر اللي هيتعامل معاها، يختار الناس اللي يتكلم معاها، يختار لابنه اصحابه، يختار لابنه الحاجه المناسبه ليه، يرجعوا له في كل حاجه، تلاقيهم دايما يرجعوا له في كل كلامه او في كل حاجه. طب الشخص الاخر ده، بصي تلاقي راجل من دولت، معلش يعني في اللفظ كده، ملوش اي رول خالص في المجتمع، ملوش اي، هم اللي جوزوه وهم اللي قالوا له ديت الزوجه اللي تنفعك، وهم اللي قالوا له مش عارف ايه، وهم اللي قالوا له، هم اللي جابوا له عزاله، هو اللي جابوا له، هم اللي دخلوه كليته، هم وهم وهم وهم، مفيش رول. فبالتالي بقى استجنيت، محلك سر. حتى تبص تلاقي الناس في رجاله، تلاقي زوجاتهم هي اللي بتختار لاولادهم الازواجهم، تختار لاولادها الزوجات بتاعتها، هي اللي تروح تتفق مع الناس على 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 كل حاجه، تخيلوا يعني تتفق معهم على مهر وشبكه وعزال والكلام ده كله، هي اللي وبابا مع نفسه، ملوش رول، استجنيت. فاهمين؟ فده لازم احنا نعلم اولادنا ان هم لما يعني دايما الطفل يبدا ويتعلم ويحاول ويكرر. معلش كلنا هنقابل صعوبات، واحنا بنقابل صعوبات مع اولادنا رهيبه، الاجيال دي رهيبه، ف
التعامل معاها رهيبة ما شاء الله عليهم يعني فظاع، بس احنا بنحاول، لان لما تتعلمي هتقدري تقيمي صح وتتعلمي وتربي صح الى حد ما، يعني اكثر من ان احنا نعاقب على الفاضي والمليان كل شوية نضرب الاطفال، وحرام حرام يعني مش صح. اخر مرحلة ان شاء الله مع اريكسون هي الماتيوريتي ستيج، خلاص بقى ماتيور من 65 سنة لما فوق، يعني 65 بلس ييرز يعني لما فوق. هنا انتجريتي، طبعا انتجريتي معناها التكامل، ولله الكمال وحده طبعا. الانتجريتي خلاص هو يعني معنى التكامل، ان خلص كل حاجه، كمل حياته خلاص، ظبط نفسه خلاص، يعني ادى واجبه زي ما بيقولوا. فيرسس ديسبير، حس بخيبه الامل، ما عملش حاجه، كل حاجه هم اللي بيعملوها له. هي وين ديس بيكام ا ديلي اكسبكتد ايفن ان ذا ديلي ثينكينج، لو الموت اصبح هو الموت الحدث اللي دايما في قدام الانسان في تفكيره. The feeling of depression and despair come to the surface. يعني لما يكون الانسان عمال يفكر بس ان هيموت، طبعا الاكتئاب وخيبه الامل هتيجي في حياته قدام عينيه. Those who adjust to changes. طب الناس بقى اللي بتتكيف مع التغيرات اللي بتحصل لها في حياتها، عندي limitation. limitation يعني مثلا حصل له اعاقه، retirement قاعد على المعاش، family باتن اكيد طبعا فقد مثلا ممكن والده والدته، مش لازم زوجته ولا ابنه، فقد ناس في حياته وهو ادجست مع الحاجات دي كلها. يعني ايه المشكله؟ سبحان الله، مرض عادي ربنا كرمه وجاله مرض، ايه المشكله؟ متقبله. ايه المشكله؟ قاعد على المعاش. ايه المشكله؟ حد توفى، فبيتقبل الحاجات دي كلها. accept their lifestyle، متقبل حياته، as meaningful and fulfilling will remain optimistic، وما زال متفائل، و integrated and continue to grow and will accept this with serenity، متقبل الموت حتى لو جه بصدر رحب، لان هو انسان حس انه كمل مشوار حياته زي ما بيقول، وانا الحمد لله كملت حياتي معاكم وربيت اولادي احسن تربيه وجوزتهم وخلفوا اولادهم حلوين، تمام. يعني متقبل الاعاقه، متقبل اي حاجه سبحان الله، فبيبقى حس بالانتجريتي، عكس كده بيحس بايه؟ بالديسبير، وهي خيبه الامل والعياذ بالله. تمام. طيب بالنسبه للكونسبت اوف منتال ايلنس اكوردنج لإريكسون، طبعا احنا قلنا بالنسبه لفرويد بيقول لو في صراع ما بين الايد والايجو والسوبر ايجو، طبعا الانسان ما بيقدرش يتحمل الصراع ده فبيخش في منتال ايلنس. طب بالنسبه لإريكسون، فيلير تو ريزولف ذا ايموشنال كرايسيس بيديسبوز ذا بيرسون تو منتال ايلنس. لو الشخص اتعرض في حياته وهو صغير لكرايسيس من اللي فاتوا دولت، يعني من الحاجات النيجاتيف، ها، وما قدرش يعملها ريزولفنج، يحلها ويتفاداها، هيخش في منتال ايلنس. ده ايه؟ ده من وجهه نظر مين؟ إريكسون. Lack of trust in the oral sensory phase predisposes the child to schizophrenia later in life. لو هو عنده دايما حتى يعني هنا lack of trust في الاورال اهي، يعني المرحلة الاولانية ما عندوش ثقة في حد وفضل على هذا الحال، ممكن يتعرض بعد كده لما يكبر يبقى عنده schizophrenia. هل كل واحد عنده lack of trust وهو صغير او مامته ما سألتش فيه كويس هيبقى عنده schizophrenia؟ لا، احنا قلنا schizophrenia دي لما دوروا في الهيستوري بتاع الناس لقوا ان الناس دي عندها مشاكل من وهم ايه؟ صغيرين. ما نربطش ونخلط الامور ببعضها. يعني طب ما انا ممكن اكون لما اتولدت وانا انتش عرفك انت كان في مثلا اكسب، وانت مش مريضه نفسيه ولا حاجه، ممكن مامتك تكون تقول لك انا كنت بسيبك كتير، انا كنت مش عارفه ايه، هل بقيتي في سكيزوفرينيا؟ لا، فما نربطش الاحداث ايه ببعضها، ما نقعدش نسال بعض بقى انت كنت بتعملي معايا ايه وده انا هخش في سكيزوفرينيا. لا كده غلط. احنا بنقول ان هو ربط الامور ببعضها، ان لقى ان الناس اكتر الناس اللي عندها سكيزوفرينيا كان عندها lack of trust فين؟ في الاورال ستيج. تمام. ان شاء الله اخر نظريه سوليفان انتربيرسونال بقى سير. يبقى انا عندي فرويد سمى نظريته سايكو اناليتيكال سيري تتكلم على سيكشوال، وعندك إريكسون اتكلم على سايكو سوشيال، وعندنا انتربيرسونال لمين؟ لسوليفان. هاري ستاك سوليفان فورميوليتد ذا انتربيرسونال سيوري اوف سايكاتري. ذا سيوري فوكس از اون ريليشن شيب بتوين اند امونج بيبل. ده بيتكلم على ايه؟ العلاقات. هنا بقى الريليشن شيب بتوين وامونج، ما بين وايه؟ الناس. ان كونتراست، عكس مين؟ فرويد. فرويد انفيسز اون انتروسايك في سيكشوال فينومينا، وإريكسون فوكس على سوشيال اسبكت زي ما قلنا، كل واحد فيهم ركز على حاجه، بس سوليفان نظريته اسمها انتر بيرسونال ايه؟ سيوري. سوليفان بايولوجيكال برينسيبلز، عندنا المبادئ بتاعه سوليفان. سوليفان دوت حط ثلاث مبادئ اساسيه لنفسه في نظريته. سوليفان يوتيلايز ذا فولون بايولوجيكال برينسيبل تو اندرستاند ذا بيرسون ديفلوبمنت، عشان نفهم تطور الشخصيه قالك ان انا عندي ثلاث مبادئ اساسيه. اول مبدا برينسيبل كومنال اكزيستنس، معناها ايه؟ معناها ان احنا طالما انت عايشه يبقى انت موجوده،
living organisms can't be separated from the necessary environment in order to survive. يعني الكائن الحي نفسه مش هينفصل عن البيئة بهدف انه عايش فيها. يبقى انا مش منفصل، انا موجود في البيئة، انا عايش، يبقى انا existence. انا طالما انت موجود يبقى انت existence، انا مرتبط بالبيئة دي وبعمل interaction معاها، يبقى انا existence. اول مبدأ من مبادئه principle الاولاني communal exist. المبدأ الثاني functional activity، بما انك موجود اكيد بتعمل function وبتقوم بيها، وانشطة وظائف بتعملها وتشتغلها، principle of functional activity. functional physiological activities and the process affect person interaction with environment. طبيعي طالما انت بتقومي بوظيفة تقدري تتفاعلي مع البيئة وعملي interaction عشان يحصل لك تطور من دي. زي ما قلنا ثالث مبدأ اسمه مبدأ الorganization. يبقى انا عندي ثلاث مبادئ بالترتيب كده: the person is systematically arranged physically emotionally within societies and this organization enable function. مجرد ان انت بتقدري تربطي او تنظمي ما بين مشاعرك وما بين افكارك تقدري تعيشي في المجتمع وتتفاعلي معاه وتقدري تقومي بوظيفتك كمان. يبقى ثلاث مبادئ. يمنا بس نعرف المبادئ كده كايه، كتايتلز يعني عناوين المبادئ دي ايه. عندي مبدا الوجود، طالما انت موجوده يبقى اربطهم ببعض. انا دلوقتي عندي مبدا وجود، اوكي انا موجوده. تاني حاجه او بوظيفه فانكشنال اكتيفيتي، طالما انت موجوده تقومي بوظيفتك، وطالما انت بتقومي بوظيفتك يبقى عندك لازم يبقى عندك ايه، اورجانيزيشن، تنظيم. هما دولت التلات مبادئ بتوع سوليفان. تمام، هناخد اخر حاجه لسوليفان. احنا مش هناخد السيريز كلها، احنا ناخد بس المبادئ بتاعته والسيلف سيستم. سوليفان ايدنتيفاي 3 كومبوننت اوف سيلف سيستم. ايه هما التلات مكونات بتوعه السيلف سيستم؟ بيقول لي انا عندي ذا جود مي وذا باد مي وذا نوت مي. يعني ايه الكلام ده؟ ذا جود مي يعني احسن حاجه فيا. ذا جود مي ريبريزنت بتمثل لي ذا بارتس اوف ذا بيرسوناليتي ذا ديفلوب ان ريسبونس تو ريوردنج فروم اذرز. عرفنا منين؟ عرفتي منين ان دي احسن حاجه فيكي؟ من الريوردنج فروم اذرز، يعني الاخرين هم اللي بيقولوا لي. يبقى حد بيقول لي احلى حاجه فيكي انك مثلا مؤدب، حد تاني يقول لك نفس الشخصيه شخصيه تانية احلى حاجه فيك انك مؤدب، تالت احلى حاجه فيك انك مؤدب. خلاص بقت عرفتي ان هي الجود مي فيكي هي ان انت مؤدب. مين اللي قال لك؟ ريوردنج فروم اذرز. الباد مي الحاجه الوحش اللي فيا. ذا باد مي ديفلوب ان ريسبونس تو ان انكزايتي برودوسينج ابريزلز فروم اذر بارت. حاجه قلقتني كده نتيجه تقييم الاخرين او تقدير الاخرين ليا. ذا باد مي اصعب حاجه فيك انك عصبيه، اصعب حاجه فيك انك عصبيه. الثالثه اصعب حاجه فيك خلاص بقت الباد مي ان انا عصبيه. يبقى الحاجه الحلوه اللي فيا ان انت مؤدبه، الحاجه الحلوه اللي وحشه اللي فيك انك عصبيه. مثلا مش كل الناس المؤدبه مش عصبيه يعني عادي. ذا نوت مي لا الحاجه دي مش فيا. ذا نوت مي ديفلوب ان ريسبونس تو اوفرويلمينج فيلينج اوف هورور. يعني انا حد بيقول لي الحاجه دي فيكي فحسستني بالرعب والذعر. لا 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 الحاجه دي مش فيا. فاهمين؟ dread in effort to in an effort to relieve the anxiety that child represses this intense feeling or deny it. طبعا الطفل الصغير لما تقول له لا انت مش عارف يقول لك لا مش انا مش انا. فاهم؟ حتى من هو صغير لا مش انا، طالما حاجه هتاذيه في مشاعره وتبقى فوق طاقته overwhelming يعني مش مستحمله لا مش انا. يبقى كل واحد فينا عنده سيلف سيستم، الجود مي والباد مي والنوت مي، يعني الحاجه الحلوه اللي فيا كذا والحاجه الوحشه اللي فيا كذا، لا دي مش فيا. تمام، يبقى ده سيلف سيستم، جود مي باد مي نوت مي، ثلاثه دولت بتوع سوليفان. وشكرا جزيلا على حسن استماعكم، وكده ان شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا المحاضره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.